ماكاو هي منطقة إدارية تابعة للصين الشعبية. ماكاو أو لاس فيغاس الشرق زي ما ناس كتيرة جدا بتقول عليها، مدينة كلها على بعضها ما تكملش 30 كيلومتر مربع، يعني ولا حاجة على الخريطة. دي ماكاو يا جماعة، خلينا نشوف كده ماكاو ونرجع تاني إن شاء الله. احنا في الدور رقم 58. احنا فوق اعلى برج في ماكاو، هنا تعريس وعروسة بيعملوا صور زفافهم وفرحهم فوق البرج. ماكاو لاس فيغاس الشرق، بلد بيجيها سياح اكتر من لاس فيغاس في امريكا. ماكاو بلد ما عندهاش اي مقومات سياحية غير ان هي بتعتمد على القمار. ماكاو بلد بتروح تستقبل ضيوفها بالهليكوبتر وبالعربيات الرولز رويس من المطار، من كتر ما هو الفنادق فخمة وضخمة جدا جدا جدا. خلينا نشوف مع بعض ازاي بجد، يعني اي واحد هيدخل فندق من الفنادق الموجودة في ماكاو زي وين، زي جراند لشبونة، زي فنادق تانية كتير، بجد هيذهل من حتى مدخل بس الفندق. تعالوا نشوف. يا جماعة جراند لشبونة، مرحبا بكم في الواين يا جماعة، عربيات رولز رويس. جيلي فيش دي موجودة بتجيبوها من تايوان ومن استراليا. العربية الهامر دي اللي بيجوا بيها النزلاء بتاع فندق جالاكسي هنا في ماكاو. سيبكم من حلاوة ماكاو ونظافة شوارعها وجمال فنادقها اللي هو أقل ما توصف إن هي 7 نجوم، سيبكم من إن ماكاو مفروض اللغة الرسمية بتاعتها البرتغالية، وأتحداكم لو لقيتوا واحد في الشارع بيعرف يتكلم حاجة برتغالي. سيبكم من كل ده، أخدوني في ماكاو عشان أنط من أعلى سكاي جامب في العالم كله، برج ماكاو، واقف فوق تحتيك 233 متر، تخيلوا كده 233 متر، لكن أنا فضلت لغاية ما نطيت بعلم مصر يا جماعة. خلينا نشوف عشان خاطر seeing is believing، أو ليس بعد العين أين، وخصوصا من فوق برج ماكاو. في طريق لتحقيق حلمي عديت على دولة جميلة جدا، دولة بقت من أقوى الدول الاقتصادية في العالم في سنوات قليلة جدا. بلد العملة بتاعتها الرينجت، الواحد رينجت ب2 جنيه مصري. البلد دي عندها شعار جميل جدا، لأن هم عبارة عن 3 أجناس مختلفة، الهنود والمالي والصينيين، لكن كلهم متحدين تحت ماليزيا 1 أو ماليزيا واحدة. خلينا نشوف ماليزيا فين على الخريطة ونرجع تاني. دهب، واحنا مش في دبي، احنا في ماليزيا في كوالالمبور. عادي جدا وانت ماشي في اي مدن ماليزيه، كوالا، ميلاكا، اي مدينه تانية، انك انت تلاقي بنات لابسين هوت شورت جنبك، والناحيه التانية بنات لابسه عبايات ولابسه حجاب، وكلهم يبتسموا في وش بعض، مفيش اي مشكله في ديانه، مفيش اي مشكله كلبس. جماعه كلهم عايشين، مفيش فرق بين بوذي، مفيش فرق بين مسلم، مفيش فرق بين مسيحي، مفيش فرق بين اي جنسيه واي لون واي حاجه، كلهم واحد. الناس مش عايزه تعرف انت بتعبد ايه في بيتك، لكن الناس عايزه
تحترمها وتعملها بطريقه كويسه. لازم في مصر يا جماعه نتبع الاسلوب ده عشان نبقى اقوياء جدا. احنا في مصر مسلمين ومسيحيين بس، كلنا ديانتنا بتحسنا ان احنا نحترم الاخرين، وابتسامتك في وش اخيك صدقه. افتكروا الكلام ده كويس جدا. محمد بيكي في كوالا عاصمة ماليزيا. أكبر يمكن مول في كوالا هنا. ده يا جماعة سنترال ماركت، زي ما انتم شايفين هنا الناس كلها بتبيع كل حاجة. مرحبا بكم يا جماعة في ميلاكا. عربيات انتوا شايفينها دي اسمها تراي شو، عندهم هنا ب 40 رينجت حوالي 80 جنيه في الساعة. هنشوف الصاروخ ده اللي بيطلع فوق عشان نوريك المدينة. كالعادة زي كتير من البلاد اللي احنا بنزورها لازم بنقابل حد مهم في البلد دي. في ماليزيا رحنا قابلنا مستشار الملك هناك وحاكم ولاية ميلاكا. ميلاكا مدينة جميلة جدا. رحت هناك، رحنا قعدنا معاه في بيته. بيته يا جماعة لازم الواحد يقلع جزمته قبل ما يدخل، كله بيقلع الجزمة بره وبيدخل من غير جزمة. الراجل فاتح بيته لكل الناس. دخلت لقيت عاملين صالة كبيرة جدا، ناس قاعدة فيها اللي عايزين يطلبوا طلبات، بقدم لهم الأكل والشرب كل حاجة بيطلبوها. First of all, I'm very happy that I'm here in Malaysia. It's my country number 90 around the world in my trip to be the first human ever country world or a message which is freedom, happiness and peace. One word united in racism, one word united in loving my country. ماليزيا ترولي ايشيا، ده شعار ماليزيا عشان خاطر الجذب السياحي. ماليزيا مهاتير محمد مش بس خلاها من احسن الاقتصادات في العالم زي ما وعد شعبه من سنين قليله جدا، ماليزيا حتى زيت النخيل استفادوا منه، بشرط ان هم بقوا من اكتر الناس بتصدر زيت النخيل في الدنيا كلها. ماليزيا نظيفه جدا 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 جدا، بلد اسلاميه ومع ذلك بيحترموا جميع الديانات الثانيه. دي حاجه لازم نتك عليها عشان خاطر مصر تبقى قوية. ماليزيا عندهم شعار ماليزيا واحد، عندهم الواحد عليها علم ماليزيا وكلهم مع بعض واحد، الملاي والصينيين والهنود هم فصائل المجتمع الماليزي كلهم يا جماعة ايد واحدة عشان خاطر يبنوا ماليزيا قوية جدا، ان الواحد لوحده ما يسويش اي حاجة. هل ماليزيا جمهورية ولا مملكة؟ بيقول احنا عندنا ملك وملكة بس بتغير كل خمس سنين. نسأل تاني. ماليزيا is a republic or kingdom? I think so, it's an empire. هذه إجابة ثالثة. جاكوفيتش فوق برج كوالا في ماليزيا.